ما راح اخذ لكم ولا لحظه، كلكم ناطرين كارمن وزودياك. صباح الخير كارمن. صبحكم بألف خير. صباح الخير غيدا، إن شاء الله نهارك اليوم كتير حلو يا غيدا. اتصالاتكم مباشرة على الهواء مثل العادة كل نهار خميس، لكن قبل ما أبدأ بأول اتصال اسمحوا لي أخذ أول إيميل لليوم من شادي. شادي عطيني تاريخ الميلاد وعطيني تاريخ، عطيني الساعة. مواليد 23 آب حسب الساعة اللي عطيتني إياها. شادي إن شاء الله اليوم يكون عم بيتابعنا، بيكون عندي طالع، عطيني طالع الساعة بين الميزان والعقرب. هو حسب الدقيقة اللي عطيني إياها هي بيعطيني طالعه الميزان. هلا أهم شيء عم بيسأل عن موضوع الشغل، بالنسبة للتشارت اللي أنا شايفتها في عندي نجم قوي هون موجود، إنه في عندي المشتري موجود بهالمنطقة هاي. كل هالامور هيدي بالنسبه لإلي بتعطيني في تقدم، في تغييرات حلوه. كنت عم بشوف تحت الهواء لبينما كنا نحن عم نطلع، كنت عم بشوف انه في احتمال هالامور يلي انت عم تسال عنها في احتمال انه تتحقق وتصير تقريبا. يمكن يكون نوع من مفاجاه، كان مفروض تكون هالمفاجاه الحلوه اللي انت ناطرها تقريبا اذا عم نحكي عن نفس الشيء ب 13/14 كانون الثاني، من حوالي تقريبا اقل من اسبوع كان في عندي تغييرات حلوه جيده وايجابيه هي اللي فتح، وكانت مش انه صدفه، كانت مفاجاه. الامور الحلوه الثانيه اللي رح ارجع لك اياها من جديد هي لما منقرب شوي صوب 27/28 هيدا الشهر، كمان بيرجع في عندي تغييرات كمان ايجابيه وحلوه بموضوع الشغل اللي انت عم تحكي عنه. الامور كيف بدها تتطور؟ مثل ما انا مبين عندي الامور فيها تتطور بشكل كتير حلو، بشكل مميز. هيدا النجم اللي بلاقيه النجم العالي يلي كان مفروض بصراحه بسنه 2015 هو يلي يتغير بشكل كتير كبير. شو بشوف تغييرات؟ شو بشوف نقلة نوعية بشوفها جاية، لكن يمكن تاخد لحتى تتثبت وتصير بالجيبة. شايفة تقريبا في عندي حوالي تقريبا 6 أشهر لحتى تصير بالجيبة. عم بعمل كنت حسابات بس لشوف لشادي، عم بعمل حسابات إضافية لشوف إذا في حدث هلأ بهيدي الفترة، وبيبين عندي انه القمر صار موجود ببيت الشركات، يعني باي لحظه في عندي كونترا عقد مهم بالنسبه لإلك. بناخذ مايا اتصال. ألو. يا اهلا. بونجورين يا مايا، الله يعافيكي. بدي اسالك، انا خلقانه ل 11/12/81. اوكي. ميركوردي الساعه 2 بعد الظهر، نهار 4. اوكي، السؤال بدي اسالك عن الصحة وعن العاطفة، لأنه ما في شيء يعني هلا شو ما سألتينا حضرتك وما في شيء، يعني بحب بس أعرف حتى أقول لك شغلي. ألو ألو، لحتى أقول لك شغلي، ب 11 ديسمبر كان نهار بال 81 كان نهار جمعة. جمعة؟ إي. أوكي أوكي أوكي. طيب عم تسألين عن الشغل؟ لا، عن العاطفة. سوري، والصحة. اوكي. لأنه كله روتين، يعني ما في شيء، هل في شيء بل القلب؟ اوكي، راح اسمعك على التي في. اوكي، شكرا لاتصالك يا مايا. كنت عم جرب شوف، عم تسأل عن العاطفة وعم تسأل أيضا عن الصحة. الصحة أول شيء بهمني الصحة، الصحة بسنة 2016 بدها مراقبة، في تغييرات كتير كبيرة، بدك تتبعي نظام جديد يكون شوي يكون نوعا ما صحي وسليم أكثر، تهتمي بهالأمور يلي معقولة تدخل وتوصل إلى تقلبات بأواخر سنة 2016. سو هلا أنت عندك وقت لتشتغلي على حالك عاطفيا. بالنسبة لإلك، مع أني شايفة أنا جوبيتر موجود ببيت الزواج، أنت من الأشخاص اللي ارتحتي من كل هالمشاكل. زحل لما كان موجود ببيت الزواج منع عنك الزواج لفترة تقريبا 3 سنين، الفرص عانيتي منها. زحل صار موجود هون وبالتالي انت ارتحتي، بيت الزواج ارتاح. ايمتى لحتى بلش شوف انه في فعلا دعسنا بموضوع الزواج؟ ايمتى صار في عندك؟ رح اعمل عمليه حسابيه قبل ما اقول لك، لانه في قصص
رح تتطور، بدها نتفت وقت. بدها نتفت وقت. 24 هيدي منيحة. خليني نشوف لك القمر وينه. القمر وينه؟ 26 27. اوكي، حسب ما بين عندي بوضوح بالنسبة لإلك، القصة رح تمد معك تقريبا لمثل هالوقت أو أكثر شوي بال 2017، يعني قبل تقريبا سنة، قبل تقريبا سنة ماني شايفة تغييرات كبيرة، لكن رح بيكون تغييرات كثير مهمة ابتداء من ربيع 2017، بتكون أصلا 2017 هي سنة التغيير الإيجابي عندك. ناخذ اتصال. ألو. يا أهلا. مرحبا. مرحبتين. شو الأخبار؟ في بس شوف. تفضل. 3 أكتوبر. 3 أكتوبر. 91. 8 الصبح. 8 صباحا، مين معي؟ محمد. سؤال. الشغل كتير معسر، مع إنه سنة الميزان يعني، بس إنه. أوكي. أوكي، شكرا لاتصالك يا محمد. أنا اللي عندي إذا مزبوط عطيني الساعة. في عندي بالنسبة لإلك طبعا سكوربيو هو على الطالع، هيدا زحل الموجود على الطالع هو اللي خربط كل الأمور، هو اللي سكر كتير كتير بواب بوجهك. هلأ أنت من الأبراج، من الأشخاص اللي في عندهم ثلاث كواكب ببرج الميزان، هودول اللي رح يحملوا لك المفاجأة السارة جدا ابتداء من أكتوبر. من هلأ لوقتها بدك تضلك صامت، بدك تقوي قلبك، في تغيير ونقلة نوعية كتير حلوة، لكن بدها فترة، يعني ما تفكر انه رح تحصل عليها هلا، بدها نتفت وقت، بدك تطول بالك، من اكتوبر وطالع فيك تقول انه انت رح تبدا سنة 2017 بنقلة نوعية بالنسبة للشغل، بدك تمشيها، بدك تدولبها لبين ما تتحسن الأمور. ناخذ اتصال ثاني، ألو. ألو. يا أهلا. بونجور. بونجورين، تفضلي. معك جاي. تفضلي. سوري، بس بدي اسالك عن الاحوال العاطفيه وعن الاحوال المهنيه. اوكي. عامله 25/5/88. 1988. 1988. اي ساعه؟ 9 الصبح. 9 صباحا. اوكي، بدنا نسال عن العاطفه، قلتي لي؟ ايه، عن العاطفة وعن العمل. اوكي، عم تشتغلي حاليا؟ ايه عم بشتغل، ايه بس كتير مبسوطة. كتير مبسوطة؟ لا مش مبسوطة. اوكي سوري، أنا ما كتير عم بسمعك. اوكي، شكرا لاتصالك، خلينا نشوف شو في بانتظارها. أهم بصراحة، أهم نجم أنا شفته يلي رح يتحرك بشكل إيجابي هو في عندي القمر، في عندي مجموعة كواكب ببرج الكابريكون الجدي، هن رح يتحركوا بالنسبة لإلك. صحيح أنت برجك الجوزاء ويلي عنده معاكسات بسنة 2015 كانت رهيبة، يعني منيح اللي ضينتي مطرح ما أنت، لكن كل شخص غير برجه في عنده كواكب تانية موجودة بأبراج أخرى كمان رح تتأثر. بالنسبة لإلك في عندك تأثيرات كتير حلوة عاطفية، إذا هذا اللي عتلاني همه، رح تبلشي تلاحظي إنه من شباط وطالع رح تحسي إنه كأنها وصلت اللقمة للتم، ويمكن مثل ما بيقولوا الثالثة ثابتة بشهر تموز. هيدا بالنسبة للأمور العاطفية، إلا إذا كان في بانتظارك نقلة نوعية، بمعنى أنه نقلة كفي ريلوكيشن إلى بلد آخر. حسب الساعة اللي عطيتيني إياها طالعك هو أول الأسد، أول برج الأسد، which is okay. هيدا بيقول لي أنه في مصاري وفي تغيير بالشغل، كل ما قربنا صوب أواخر سنة 2016 كل ما بلشت لاقي بالنسبة لإلك إنه في شغل كتير كتير حلو وكتير مهم، فبدها طولة بال نتفي لبينما نقرب شوي لقدام من تموز وطالع. بناخذ اتصال. ألو. بونجور. يا أهلا. كارمن، معك ميراي من ألمانيا. كيفك يا ميراي؟ أنا منيحة، كيفك أنت؟ أنا كيف سألتك. كيف هالعيلة؟ منيحة كتر خير الله. يلا تفضلي، منيح اللي علقت معك على الراد على التي في. اوكي، بدي اسالك عن بنتي جايال خلقانه بخمسة واحد 98 98 ساعة وحدة بالليل بلبنان هلا، بس هن عايشين احنا بالمانيا، بس هي خلقانه بلبنان. وحدة الصبح؟ لا، ايه بعد نص ليل. اوكي، بأول الخمسة جانوري. اوكي، شو بدنا نسأل جايال؟ شو عم تعمل جايال هلا؟ جايال هلا عندها تقديم هالسنة. اكيد. بقى
بقى بدي اشوف انه كيف بدها تكون هالسنه عليا، وسنه الجاي بدها تفوت جامعه، بقى بدي اشوف كيف احوالها. وعلى طول عم تذكريها انه خلقان هي بخمسه كانون، انه مشكل هالقد ما بعرف، بدي خبريني عن مستقبلها واوضاعها وهيك. اوكي بدي بس اطلب من البليز الكنترول نخلي ميراي على الهواء لتقدر تسمعنا، لانه ميراي عم تحكينا من لا بقدر عم بسمعك على التلفزيون ما بيأثر. ايه اوكي مثل ما بدك، انا رح جاوبك اذا بدك تسكري ما في اي مشكل. وشكرا كثير كثير لاتصالك يا ميراي. ميرسي ميرسي كارمن. اوكي انا دائما عم بحكي طبعا عم بذكر مواليد 5 جانيور، معك حق، خليني بس اطمن وشوف اذا قطع بلوتون عنا ولا رح يرجع ايطالا بتاثيراته 1455. خلص قطع. بالنسبه لألا، بالنسبه لغايل، سنة 2015 ما كانت سنة هينة أبدا لغايل، كان في تغييرات جذرية كتير كبيرة، وإن شاء الله تكون مرقت كلها على خير. هلأ اللي مبين عندي أنه صارت تقريبا على شط الأمان، وطلعنا من كل هالسقالي والتقل يلي كانت عم بتعاني منه. إذا هلأ هي صار فيها تعمل يلي بتريده. بالنسبة لألا الأمور صارت أفضل. سنة 2016 دراسيا رح بتكون حلوة، الصعب رح بيكون سنة 2016 الدراسية، السنة الأكاديمية 2016-17 هي الصعبة، سنة الأكاديمية 2015-2016 اللي هلأ فيها أنا شايفتها جيدة ومني شايفة متاعب فيها، فأنا بعتقد أنه أمورها مفروض تمشي إلى الأفضل، ما تعتلي هم. وبشكر كتير ميراي لاتصالك من ألمانيا. هذا كان آخر اتصال معنا اليوم غيدة بزودياك، طبعا كل نهار خميس بيقدروا يتصلوا فيني بنفس الوقت. عودة لك. شكرا كارمن، بشوفك بكره نحن الصبح بأبراج جديده، رح نتابع بعد لحظات مع كندا بأرض وورد، خليكن معنا.